البنجر. النهاردة هتكلم عن البنجر. هو خضار مش متعارف عليه قوي او مش بناكله باستمرار، بس هو يعتبر سوبر فود خصوصا للرياضيين. تعالوا نعرف ايه اهميته. نمرة واحد، غني جدا جدا بالنيتريت. نيتريت ده ما بيخش الجسم، بيبقى نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد ده اكسجين مسؤول على انبساط العضلات بتاعه الشرايين بتاعتنا. فكل ما بيكون هو اوريدي بيطلع من الجسم اوتوماتيكلي، بس مع السن طبعا افرازه بيقل. فدايما كل ما بناكله بزياده بيعزز وجود النيتريك اوكسايد في جسمنا، فبالتالي بيوسع لنا الشرايين وبيحسن من تدفق الدم. طب انا ايه اللي هستفيده انا كرياضي لما الدم يتدفق بزياده؟ اولا هعزز من وصول الاكسجين والجلوكوز للعضلات، وبالتالي هضمن ان العضلات عندها الاكل والاكسجين الكفايه اللي يديني انرجي وباور اقدر اخش التمرين. طيب نمره 2، ابحاث اتعملت ان لقوا النيتريك اوكسايد بيعلي من نسبة تحمل اللعيبة للتمارين، وخصوصا الهاي انتنسيتي تريننج. وحاجة تالتة كمان، للعدائين او الالعاب اللي فيها مسافات طويلة، سباحين مسافات طويلة والعدائين، لقوا ان نسبة 5% من الرانينج ايكونومي بتاعهم بيزيد. وده نسبة كويسة جدا. يعني ايه ده؟ يعني الرقم الشخصي بتاعهم في السبق بتاعهم بيتحسن في اكتر من 5%، وده نتيجة حلوة جدا جدا. انا ان شاء الله هعمل فيديو على نيتريك اوكسايد وفوائده واستخداماته وناخده ازاي، لان ده بيتاخد ببروتوكول معين قبل السباقات اللي هي فيها انديورنس عالية زي الماراثون. ان شاء الله هتكلم عليه انه مفيد جدا. بس باختصار كده، النيتريك اوكسايد بيعزز لنا من تدفق الدم، وده ليه فوائد كتيره جدا. طيب ايه تاني؟ نمره 2، في فيتامين بي 9. فيتامين بي 9 ده مسؤول على تكوين كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء هي المسؤوله على توصيل الاكسجين من الرئه للعضلات وكل الجسم كله. والاكسجين ده هو بدايه الطاقه بتاعتنا. وجود الاكسجين في العضل بيخلي العضل يكسر الجلوكوز ل ATP ويديني طاقه. لو ما فيش اكسجين في العضلات بيبدا يكسر الجلوكوز للاكتيك اسيد ونبدا نحس بالتعب والارهاق. فبالتالي استخدام او وجود بي 9 كتير في الجسم ده بيخلينا قوه التحمل بتاعه التمرين برده بتزيد. طيب نمره 3، ايه؟ فيتامين سي. فيتامين سي اتكلمنا عليه ان هو بوتنت انتي اوكسيدنت، يعني انتي اوكسيدنت حلو جدا بيحسن لنا من عمليه الاستشفاء بعد التمرين. في ايه تاني؟ في البوتاسيوم والمغنيسيوم. البوتاسيوم والمغنيسيوم اتكلمنا عليهم ان هم مفيدين جدا للعضلات في عمليه الانقباضات بتاعه العضلات، فبيمنع علينا الاصابات بتاعه المزق والكرامبس والاصابات الملاعب المشهوره ومتعرف عليها في الوسط الرياضي. طيب زي ما انا دايما بعمل، مش بحب اقول بس المعلومات الغذائيه بتاعه الخضار او فاكهه معينه، بحب اقول طرق او افكار لعمايلها، عشان انا عارفه ان اكل الاطفال زي ما قلنا صعب، وان انا ادخل لهم عنصر جديد مش بيبقى سهل، ولينا احنا تقبله، خصوصا البنجر مش متعرف عليه طرق وعمايله. انا هعمل افكار الطرق، هتعملوا سيرش عادي على جوجل وتعرفوا الطرق. هي مجرد افكار جديده لذيذه ممكن نستخدمها عشان نعرف ندخل البنجر في حياتنا اليوميه. واشوفكم في فيديو تاني.